Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. Toulab al-A'izzaa, ahlan wa sahlan bikoum fi video jdid ma'akoum an-narda. Aujourd'hui, on va parler d'une grande partie très importante concernant la leçon du jour. An-narda, benatanawal ma'abad, ou benakhad ma'abad, ou guz'iyya mouhma giddan, ou mouhta mouhma giddan, moutallik bil unité bita'itna, ou leçon bita'itna. Alors, la leçon du jour, c'est le temps. Le temps معناها طقس معناها المناخ خلاص زي كلمة لا ميتيو لا ميتيو كلمة ميتيو لا ميتيو اللي هو الطقس طب أنا بتكلم عن الطن اللي هو الجو بالتالي في سؤال مهم جدا الجو عامل إيه بسأل واحد صاحبي بسأل بابا بسأل حد في بلد تانية الجو عندك عامل إيه عندي تلات طرق معناهم جملة واحدة الجو عامل إيه وليكن Quel temps fait-il? 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 هنا هنطع حرف T يا ولاد عشان بعدها ال I voyelle. Quel temps fait-il? أو بطريقة تانية Quel temps il fait? Quel temps il fait? أو بطريقة تالتة Il fait quel temps? ثلاث جمل مهمين جدا. يبقى تاني لما اجسر اقعد عن الجو عايز اقول لواحد صاحبي الجو عامل ايه اقولها ازاي كيل طون فيتيل كيل طون فيتيل كيل طون فيتيل او كيل طون il fait كيل طون il fait كيل طون il fait او il fait كيل طون il fait كيل طون il fait كيل طون طيب انا واحد صاحبي قال لي كيل طون فيتيل او il fait كيل طون او كيل طون il fait اقدر اجاوب عليه اقول ازاي اجي اوصف الجو يا حبايبي بستخدم الاكسبريشن il fait هنا il fait مش معناها هو يفعل او هو يعمل il fait هنا معناها الجو ده اكسبريشن على بعضه كده الجو بيكون كذا والمناخ بيكون كذا il fait beau الجو حلو الجو جميل il fait beau يبقى quel temps fait-il il fait beau il fait beau الجو جميل il fait beau Il fait beau, il fait beau, il fait beau, الجو جميل, il fait beau, beau يعني جميل. Il fait mauvais, il fait mauvais, il fait mauvais. كلمة يا ولاد mauvais يعني bad, سيء, وحش, الجو وحش خالص, فيه رعد وبرق ومطر وكل حاجة وحشة. Il fait mauvais, il fait mauvais, il fait mauvais, الجو وحش. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Chaud هنا معناها حر. الجو حر. شو يعني سخن. شو يعني دافئ. Il fait chaud. الجو حر. Il fait chaud. Il fait chaud. الجو حر. Il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. احنا اتفقنا بقى. Il fait يعني الجو. Il fait يعني ايه يا ولاد الجو. Froid. بارد. يبقى انا عندي دلوقتي اقول لك كيل طون فيتيل هتقول لي الفي بو الجو حلو الفي موفي الجو وحش الفي شو الجو حر الفي فخوا الجو ساعة اليا دو برويار في ضباب او في شبوره كلمه برويار ضباب او شبوره بنطقها ازاي يا اولاد قولها بروي بروي برويار برويار المقطع ده بنطقه اوي اوي اويار يبقى برويار اليا تاني اليا دو برويار في ضباب او شبوره il bleu الجو يمطر واحد يقول لصاحبه هو الجو عامل ايه بره يقول الجو بيمطر يعني الجو بيمطر او بيمطر il bleu il bleu il bleu او il y a de la pluie il y a de la pluie في مطرة il y a de la pluie يبقى انا دلوقتي يا حبايبي اقدر اقول il bleu il bleu او il y a de la pluie كلمة pluie يعني مطر il y a de la pluie يعني في مطرة il neige il neige il neige neige تلج اقدر اقول كده il y a de la neige Il y a de la neige, يعني الجو فيه تلج. Il y a de la neige. يبقى il neige ده verb
نيجي إيل نيج إليا دولا نيج. لو الجو مشمس أو في شمس كده أقول إليا دو سولي، إليا دو سولي، إليا دو سولي. أي يعني شمس يا أولاد، إليا دو سولي في شمس، إليا دو سولي أو إل في دو سولي، إل في دو سولي. أقدر أستخدم إل في هنا برضو، إل في دو سولي أو إليا دو سولي، الجو مشمس أو في شمس. إليا des éclairs، il y a des، il y a des éclairs. éclair هنا يعني البرق زي ما انتم شايفين كده حبايبي، éclair يعني البرق. هنا je prononce la lettre s z، il y a des، il y a des éclairs، il y a des éclairs في برق. البرق ضوء كده بينور في السماء اثناء العواصف. اما الصوت اللي هو الرعد اسمه la tonnerre، يبقى خليك عارف بقى البرق اسمه ايه؟ إكلير، والرعد اسمه ايه؟ تونير. إليا ديز إكلير، إليا ديز إكلير في برق. الهواء، عايز اقول ده في هواء. اما استخدم يا ولاد فيرب اسمه إيل فونت، إيل فونت، إيل فونت، إيل فونت، يعني الجو في هواء. او إليا دو فون، إليا دو فون، إليا دو فون، فون يعني هواء. والأكثر استخداما هي الجملة الأخيرة il y a du vent، il y a du vent يعني في هواء، أو il vente، il y a du vent أو il إيه بقى il vente. طيب il gèle، il gèle، il gèle، il gèle يعني الجو زي ما شايفين كده متلج خلاص بقى مجمد، عارفين الجمودية خلاص مجمد بقى. il جيل، إيل غريل، إيل غريل، إيل غريل، إيل غريل. هو مطر لقطع تلج كده صغيرة خالص على شكل مربع مدور زي ما انتم شايفين كده، اللي هو التلج. التلج بينزل من السماء، مطر، مطر عبارة عن تلج، تلج كده صغيرة مدورة. إيل غريل، إيل غريل، يبقى كلمة غريل عبارة عن مطر قطع تلج كده ايه صغيره مدوره. إيل جريل. طيب جزئيه مهمه جدا، اما جالس الواد على درجه الحراره بقول كيلي لا تومبيراتور، كيلي لا تومبيراتور، كيلي لا تومبيراتور، ايه درجه الحراره؟ فطبعا بقول إيل في بلس النيميرو الرقم بلس ديجري، مثلا إيل في مثلا 35 ديجري سنتيغراد. كلمة سنتيغراد يعني مئوية، ومثلا كده الفي، الفي 35 ديجري سنتيغراد، درجة الحرارة 35 درجة مئوية. يبقى تاني ما جسل عن درجة الحرارة بقولها ازاي؟ هقول كده كيلي لا تومبيراتور، كيلي لا تومبيراتور. واحد يقول لي الفي 35 ديجري سنتيغراد، الجو طبعا 35 درجة ايه؟ مئوية. أو واحد تاني يقول لي مثلا il fait 95 degrés فارونيت. جزئية أخرى بتكلم على الاتجاهات. الاتجاه طبعا ده لو نور، لو نور الشمال، لو نور، 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 نور شمال يا حبايبي، عارفين اتجاه الشمال اسمه كده نور، نور، لو نور الشمال. طيب لو سود، لو سود، لو سود جنوب، يبقى لو نور شمال، لو سود الجنوب، شمال جنوب، الاتجاهات دي خلينا عارفينها، لو نور الشمال، لو سود الجنوب. عندي الويست، ويست، الويست، الويست، الويست اللي هو يا ولاد الغرب، الويست اللي هو الغرب، الويست، الويست، الويست. عندي ليست، 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 ايست، ايست اللي هو الشرق. يبقى لو نور شمال، لو سود جنوب، الويست الغرب، ليست
الشرق. طيب يبقى احنا دلوقتي في الدرس ده او في الفيديو ده اتكلمنا عن اربع حاجات. اول حاجة في الفيديو عرفنا ان الجو ان الدرس بيتكلم عن التون او الميتيو، عرفنا ان كلمة تون يعني المناخ، الطقس بيساوي كلمة ميتيو. عرفت ازاي اقدر اسأل عن الجو بثلاث اسئلة مهمين، كيلتون في تيل او كيلتون الفي او الفي كيلتون. يبقى كلمة تون يعني الجو، تون تون المناخ او الطقس بيساوي كلمة ميتيو. خلاص كيلتون في تيل، كيلتون الفي، الفي كيلتون. عرفت اقدر استخدم الفي، الفي يعني الجو، الفي يعني الجو، بيجي بعدها صفة او اسم. الفي بو الجو حلو، الفي موفي الجو وحش، الفي شو الجو حر، الفي فخوا الجو ساعة. اليا دو برويار، اليا دو برويار في شبورة او ضباب، اليا دو برويار في شبورة او ضباب. واحد يقول لي برضو مثلا il bleu الجو بيمطر، il bleu il bleu، او هيستخدم طريقة تانية il y a de la pluie، il y a de la pluie في مطر، il y a de la pluie في مطر. واحد تاني هقول لي مثلا il neige، il neige في تلج، او il y a de la neige، il y a de la neige، il y a de la neige يعني الجو في. il y a du soleil في شمس، il y a du soleil، il y a du soleil، il y a du soleil، soleil شمس، او il fait du soleil، il fait du soleil، il fait du soleil، soleil شمس. il y a des éclairs، عرفنا كلمة éclair يعني الايه البرق والرعد. مين فاكر انا قلت لكم الرعد يعني ايه؟ هو ايه الفرق بين البرق والرعد؟ البرق الضوء، ضوء كده بيحدث في السماء اثناء العواصف اسمه éclair، il y a des éclairs. الرعد اسمه تونير، ده صوت كده بيحصل في السماء تونير. اليا دي زيكلير. الجو هوا، في هوا، في رياح، اقولها ازاي؟ il vent il vent il vent، او اقول كده il y a du vent il y a du vent il y a du vent، في هوا. il gèle il gèle il gèle، الجو مجمد او ثلج جدا. il grêle il grêle الجريل، تساقط مطر عبارة عن تلج قطع صغيرة كده مدورة. الجزئية الثانية بسأل عن درجة الحرارة، سؤال مهم عن درجة الحرارة، كيلي لا تومبيراتور، كيلي لا تومبيراتور، ايه درجة الحرارة عاملة النهاردة؟ طبعا واحد يقول مثلا كده il fait 35 ديجري سنتيغراد، بتكلم على السنتيغراد النسبة المئوية. الاتجاهات مهمة جدا، الاتجاه زي ما انتم شايفين او الاتجاه اسمه le nord الشمال، le nord 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 شمال، le sud le sud le sud الجنوب، l'est 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 الشرق، l'ouest 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 الغرب. بنطقها يا ولاد west على بعضها كده، l'ouest west الغرب. alors le Nord, bravo. Le sud, bravo. Le l'ouest, bravo. L'est, bravo. Autrefois, le nord, chemel. Le sud, el ganoub. L'est, sharq. L'ouest, el ghar. Le nord, chemel. Le sud, el ganoub. L'ouest, el ghar. L'est, sharq. Maintenant. Merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.